اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي عرض كذلك خلال الاجتماع الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يعيد للمدينه رونقها ويخفف من تحديات تواجهها بسبب احتياج العديد من المباني للترميم وزياده الكثافه السكانيه في تلك المناطق بما يمثل ضغطا اضافيا على المرافق وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصله الدراسه العلميه للرؤى والخطط المطروحه من جميع الاوجه مشددا على ان الهدف الاول هو الحفاظ على القيمه التراثيه الاصيله للمدينه التاريخيه مع تيسير حياه المواطنين ونفاذهم الى المرافق والخدمات وزياده المساحات الخضراء بما يضمن للمواطنين حقهم في بيئه نظيفه خاليه من التلوث فضلا عن ربط المزارات الاثريه والسياحيه في اطار خطط تعزيز السياحه المحليه والاجنبيه